السلام عليكم خوتي، كيراكم دايرين؟ هاي لاباس. انا شفت التعليقات تاعكم لي كومونتير واللي جام درتوهم لي، بارك الله فيكم خوتي. ما تنسوش تابونو في لاشين تاعي، حتى جديده ان شاء الله بشويه بشويه نطلعوها. المهم خوتي، جيت اليوم نحكي لكم نكمل لكم الفيديو اللي قبل تاع مين بغيت ندخل من اليونان المقدونيه. حبسنا عند الحدود تما، ونبدا باش ما نطولش عليكم خوتي. وصلت للقرياش، دخلنا تحت الثقبه، دخلنا طلعنا تشبطنا، هودنا هربنا لابوليس، خرجنا في واحد الواد ناشف حدا كيفقيليا، حرقام يعرفوه. هادي كيفقيليا مدينه كبيره شويه، تاع البراني باين فيها. دروك كنا انا وزوج صحابي مغاربه، عالي ونادير الله يذكرهم بخير، بغينا نتفركتو. دروك ما قادوش ندخلو حنا ثلاثة ديريكت، باينة بلي غادي نقدبو كاع، اللهم واحد فينا يفوت. تفركتنا، نديرو عالي راح وحدهم وانا رحت وحدي. انا التليفون تاعي ماكش باقي فيه الباتري، وما عارفش طريق خوتي، والله ما عارف طريق. علي ونادير كانوا رايحين قبلي شحال من خضرة وما عارفين الطريق تاع التراب. دروك اوبليجي ما قادش نروحو في ثلاثة، خاطر غادي نحرقهم ساكين، غادي نروح اما يفوتو هما وانا نعاود. المهم بالمعاودة تفوت، هما فاتو وانا بغيت نلحقهم، قرات شوية خمس دقايق بغيت نلحقهم. تلفت لي ما كان الطريق ما عرفتهاش تاع التراب، باغي نروحو السكة تاع التراب باش يعاودو يتشبطو في التراب ويطلعو لصربيا. كي ندير خليتهم فاتو، خرجت للفيلاج نورمال. قلت لكم كان عندي الصوالح كاع اللي كانوا عندي، كرطاب كيتما قصتهم كاع، والله على كيتما شارجر جديد سمحت فيه. رف التليفون في يدي، باور بانك في يدي، منه لبس دي باردير شورت دي داسك شويكا، منه غسلت وجهي من وصلت، خدت مغبر ودخلت خوتي. ماني عارف والو، مانيش عارف كاع اش ندير. قدمت هاكا نحوز شويه بشويه، فوتوا عليا الناس، لعبها نورمال شغل انا مقدوني، انا مواطن مقدوني. ايوا ندور كنت حوست على الستاسيون تاع البيس، وهادي كيفقيليا صغيره بزاف الستاسيون تاع البيس، تسيبها الطيب. نور صبتها صات الكيوكس، رحت عندها كاش عندي الدراهم تاع مقدونيا، رحت عندها انا شافتني عرفتني بلي حرات باين. ديت شريت تما قايد كوكا، يعني قاعد شريت شويه شي كوكا باش ننهل بها، ننهل بها تماك شي واحد يفوت يحسبني انا. صرفت لي منا قعدت تشوف فيا، قلت لي انت ايميغرانت، قلت لي زعما تحرك. قلت لها واه، قلت لها دونت كول ذا بوليس، قلت لها ما تعيطيش لا بوليس، قلت لها باش ما يديروش بروبليم. نشكي لها انا راني مقاود عليا، وانا منا ضربوني ومنا نكذب عليها الطبلعي تاعنا تاع جزائري. قلت لي اوكي، درت هكا ورات لي الستاسيون، ستاسيون غي حداها. قدمت ستاسيون صغيرة خوتي، خاوية القلياط على ثلاثة تاع الحشية، حنا حرقنا قلياط ما كان والو. هادي كيف قليها محروقة في هادوك الحزب تاع الناطو تاع تشيك وبلغاريا اللي قلت لكم عليهم، يقدبوك يقردوك يقتلوك بالضرب. المهم قلت غادي ريسكي في البيس، رحت للمحطة تما، تلقيت واحد المرة كبيرة، تلاقيت المدامة. هاد المدام خوتي لحد الان راني نهضر معاها، وحد الان راني نشكر فيها، نقول لها انت هي اللي سلكتيني، والله خوتي كمشي هي، والله كوراني كليت الضرب وكوراني رجعت لليونان. قلت لكم دخلت تلقيت هاد المرة، تلقيت المدامة، مدامة شابة انتو ليكا، زلة تعرفوا الاوروبيات كي دايرين، شعر صفر عيني زرقين. المهم دخلت هاكم اليوم هضرت معاها، بغيت ندخل وحدي نقطع التيكي، ما عرفتش ل جايك شغل ستاسيون موراها الكيشي وين تقطع تيكيات. كنت عارف اوروبا دي فاي يقطع تيكيات بالتليفون، ماشي كيما حنا في البلاد دي سو ديفلوبي، هنا كاع متخلفين. المهم ما عرفتش، بحثت قلت والله العظيم غير عندها. قلت هي كيما جات كلات تشكمني دير فيا الخير، دير فيا الخير. رحت عندها، هلو هاو ار يو جود، تنوني وير ار يو فروم. قلت لها انا غادي نقول لك نجيك من الاخر، غادي نقول لك من الاخر. قلت لها انا حراك جزائري، قلت لها راني باين داخل من اليونان باين نوصل لسكوبيا العاصمه. قلت لها ما تعاوني، قلت لها غير وري لي غير كيفاه نقطع البيس.
قلت لي ما كاش مشكل ومنه ومنه سمكم بالله اخوتي دخلت معايا سموها للقيشي تما وهضرت لي مع هذيك انا خزنت هضرت لي مع هذيك وهذيك المراه شافتني عيطت لي قلت لي راه والله قلت لي ما كاش كاع مشكل جا معك وحدي وكاع اخوتي تكون وحدك شغل يحنوا فيك ماشي كيما تكون جماعه تكون خمسه سته باينه بلي غادي يعيطوا للبوليس قطعت تيكي منه انا قال والله غادي يبقى لي 2 اورو تيكي يساوي اورو بدرهم مقدوني بزاف كنت باقيت لي 10 اورو شي تيكي بقات لي 2 اورو في جيبي ما فوقها ما تحتها المهم خرجت مع الشيره ريحت معاها نهضروا منا شديري شما ديري قلت لي نقرا منا في سكوبيا دورا كي رايحه انا حصاري رايحه معايا في البيت قلت صاي لافير قلت غادي بيها ندير الطريق باش نوصل لمقدونيا ساعه هي رايحه البيس تاع 4:30 رايحه غير الفيراج قريب شويه وانا بعيده شويه مقدونيا سكوبيا 3 سوايع 4 سوايع هكا قعدت قرا شت الربع اخوتي ويجوا لابوليس دوك الماطور قلت لكم عليهم خرجت ديك الفيلاج هذيك تاع مقدونيا محروق باين بلي الفيلاج الاول محروق توجور جاوا لابوليس طاينات من الداخل دي دك 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 دك. اخوتي قال اخوكم اللي لز عندها قال هذه مضامتي عندكتها طلقت يدي منها طلقت قلت لها غير سكتي طلقت يدي من طلقت يدي من هضر معاها منها ولابوليس شدارو دارو دخلوا من ستاسيون مره قابلوني كيما هكا كون كنت وحدي جو عندي سقسوني تشو جيف مي بيبرز قول لهم حراق يرجعوا المهم نهضر مع ديك مضامة من نص ساعة هما قاعدين غي جات 4:30 هما يفحتوا صاي الحمد لله قلت الحمد لله المهم خوتي من راحت ديت عليها تليفون وكاع تعرفوا قلت لهم حد الان راني نهضر معاها ان شاء الله تجي عندي هنا لفرنسا وتلاقى معاها كون مقدوني مليحه كوني قعدت معاها كوني نزوج معاها تما المهم جا البيس تاع 6:30 والله ماني عاقل خوتي طلعت فيه ما كذبوني ما والو بالبيان وصلت لسكوبيا على 8 و حتى على 9 هكا ولا وصلت سكوبيا حاجه واحده اخرى كاع هادي سكوبيا من اجمل المدن في العالم كاع سيتو العاصمه فيها اللي يبغي يسهر اللي يبغي الصوالح تاع الغناء تاع اللي يبغي يروح يسهر في بواط كاين كلشي في مقدونيا دراهمهم طاحين كلشي باطل اي اخوتي خاطر جاي نزيد نكملكم كيف حركت من مقدونيا واش صرا لي في المقدونيا حتى وصلت للحدود تاع صربيا ونحكي لكم قصه تاع الالباني اللي تلاقيته اللي وصلني للحدود تاع صربيا يا خوتي السلام عليكم خوتي دائما توجو جديد وغادي نوريكم كاع الطريق اللي ما يعرفش الطريق بحرقه من الطريق غادي نوريكم كاع الطريق كاع الثقب ان شاء الله كاع تطلعوا لديش اوروبا في راسها ان شاء الله يطلع خوتي وما تنساش خوتي تابونو كومونتير جيم في القناة بشوية بشوية نطلعوا يا اخوتي السلام عليكم تشاو